المرة اللي فاتت انا شرحت السبيد، قلت يعني السبيد المرة اللي فاتت يا محمود. سبيد ازاي؟ من فهمك للموضوع اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت، قلنا ايه؟ It's the way that you travel in a distance. لا احنا ممكن نقول ايه سبيد ايه How fast an object moves. ممكن نقول هفصل اوبجكت موف. صح، فيري جود. مين قال كده؟ طيب احنا ممكن نقول السبيد كديفينيشن الديستنس كفرد ان ا سيرتن اماونت اوف تايم. اوكي، يعني يبقى السبيد ممكن نقول ديستنس كفرد ان ا سيرتن اماونت اوف تايم. يعني ايه سيرتن اماونت اوف تايم؟ يعني انا دلوقتي عندي بودي ان موشن، البودي ان موشن بيمشي صح؟ يبقى هو ماشي قد ايه ديستنس اهي متر، يبقى دي اسمها ديستنس صح؟ اوكي، ان ا سيرتن اماونت اوف تايم باي ايه؟ باي سكند صح؟ Can I say what اوكي the speed? اوكي Yes. يبقى يعني Can I say what speed? Okay. Speed is a measure of how quickly an object moves or operates. دي حاجة تانية يا محمود، أنت ممكن بتقرأ من حاجة قدامك، أنا مش بتكلم عن حاجة أنت بتقرأها. أنا مش عايز حد يقرأ قدامي أو يسمع، أنا عايز أعرف حاجة بإيه؟ by using your mind. Use your mind to understand. أوكي؟ يبقى speed distance covered in a certain amount of time. أي distance covered. خلاص؟ يعني أنا for example، أنا لو عندي for example عندي two points، point A و point B. اوكي، وفي عندي اوبجكت ماشي، اوبجكت عباره عن بول فور اكزامبل، بول يل كفر ذيس ديستنس ان ايه؟ ان سيرتن اماونت اوف تايم. يعني قلنا الاوبجكت A تو B اراوند كام؟ 100 متر. خلاص؟ والبادي بتاع اللي قدامي كفر ذيس ديستنس ان ايه؟ ان سيرتن اماونت اوف تايم، يبقى هو ماشي ايه؟ قدر يمشي 100 متر ان سيرتن اماونت اوف تايم. اوكي، فهمنا كده؟ حد عنده سؤال؟ اشرح تاني، اديك اكزامبل تاني. انا عندي زي ما قلت كده، انا عندي فور اكزامبل اهو، انا عندي فور اكزامبل بوينت A وهنا بوينت B. اوكي، الديستنس ما بينهم قد ايه؟ 100 متر. 100 متر، تمام. طيب في بول مشت الديستنس ديت، بول اهي اتحركت from A to B. اوكي، in this direction اخدت تايم قد ايه to move from A to B؟ 1 second. اوكي، we need to know the time that it moved out to know how long it طيب ماشي so يا زياد، the speed that it moved out. علي صوتك يا زياد اولا، نمبر 1. نمبر 2 يا زياد بليز ريز يور هاند فور يور سبيك. نمبر 3 اي ام جاست سينج ذا تايم ناو. اوكي اوكي يا زياد، يبقى انا ثانية واحدة يا لامار، يبقى انا عندي اوبجكت اللي هو البول مشى from distance A to distance B. اوكي، distance A to distance B الديستنس ايكوال كام؟ 100 متر. 100 متر، والتايم ايكوال كام؟ 1 سكند. 1 سكند، يبقى لو جيت قلت السبيد، يبقى السبيد ايكوال ايه؟ ديستنس كفرد ان سيرتن اماونت اوف تايم، يبقى هي كفرد 100 متر بير سكند. بير سكند، دي ايه؟ دي السبيد. اوكي؟ طيب احنا جينا قلنا اليونت اوف سبيد از وات؟ يونت سبيد متر بير سكند، دي اليونت. اوكي، متر بير سكند او ايه ممكن تبقى ايكوال ايه؟ ممكن تبقى ايه تاني؟ ممكن نقول كيلو متر بير اور صح؟ اور ايه؟ متر بير اور اور متر بير سكند، دي اسمها ايه؟ يونتس. اوكي معايا يا جماعه؟
ما حد يرد عليا بليز، حد لا يرد عليا. مستر. اوكي، يس المره اللي فاتت قلت لكم بليز وي وونت تو ريتشيك تو نو هاو ميني سكند ان اور 1 اور ايكوال هاو ميني سكند. 1 hour equal 600. 3600 سكند. طب جت منين؟ مش احنا قلنا مع بعض ان ال 1 hour equal 60 minutes صح؟ Yes, and 1 minute equal to 60 seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. So 60 times 6. Therefore, 1 hour equal 60 times 60 seconds. يعني equal كام؟ 3600 seconds. صح ولا غلط؟ مين مجمع معايا؟ صح. مين فاهم طيب؟ مين فاهم؟ أنا. طيب مين كان عنده سؤال؟ لما كان عندك سؤال اتفضلي. لا كان عندي سؤال، كنت عايز اسالك، هو ال 100 meter equal to 1 second، بس بعد كده انت قلت 1 meter equal to 1 second. لا ال 1 ال 1 متر 1 equal متر to 1 second. يعني ازاي equal متر equal 1 second ازاي؟ دي how come؟ كده لا غلط. اصل انت قلت فوق ان ال 100 متر equal to 1 second. لا يا حبيبتي انا ما قلتش كده، انا قلت ايه؟ نرجع تاني، انا قلت ال speed is 100 meter per second، ده اللي انا قلته، خلي بالك ما تسرحيش مني. انا قلت ال speed equal 100 meter per second اهو، صح؟ ليه جت منين طيب؟ صح. لان هو كان هو ال distance 100 meter وال time 1 second، يبقى ال speed ايه؟ speed equal what؟ speed equal distance over speed equal time. distance times time. distance كام؟ 100، والتايم كام؟ 1 second، يبقى speed equal كام؟ 100 meter in 1 second، يعني each 1 second the ball move 100 meter. each 1 second the ball move 100 meter. حد فاهم حاجة؟ طب حد قاعد معانا مكسوف يسأل؟ حد من معانا في التيم قاعد قافل الكاميرا وقافل الصوت ومكسوف يسأل؟ طيب اوكي نرجع يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا 1 hour equal 3600 second. This is very important to know how to convert from hour to second and from hour to minute and ايه؟ revise versa. اوكي طيب نكمل معنا الليسون بتاعتنا. يبقى the number of meters traveled each second، ده اللي احنا قلناه. the number of meters traveled each second is called what؟ speed. طيب for example a horse is running with a speed كام؟ 15 meters. يبقى انا عندي ال speed equal كام؟ 15 meter per second. اوكي ماشي، means that the horse travel a distance of 15 meter in each second. يعني each second each 1 second ايه اللي هيحصل؟ this horse travels قد ايه؟ 15 متر. يبقى ال speed equal كام هنا؟ speed equal كام؟ 15 متر per second. ايوه يا محمود صح كده تمام؟ طيب يبقى احنا قدرنا نقول ان عرفنا يعني ايه speed، عرفنا units of speed، عرفنا what's meant by speed in an easy way. speed is the distance covered in a certain amount of time. اوكي ماشي، وقلنا a bus travels in a distance 100 meter in a time of 20 second. يبقى distance هنا equal كام؟ اول حاجه هنا. اول حاجه نخلي بالنا نعمل underline، ال distance equal كام؟ 100 meter. ال time equal كام؟ 20 second. 20 second. هو ده اسمه ايه؟ ده اسمه inputs، ال problem input. اوكي؟ okay. then the bus has traveled 100 meter
each 20 seconds. اوكي؟ طيب لو انا عارف ان the bus traveled 100 meter each 20 second، يبقى how many meters did the bus travel in 1 second؟ هعمل ايه؟ division. نعمل نبعت الانسر بليز برايفت. يلا نبعت انسر برايفت بليز. انسر وات؟ حاضر. انا قلت ايه؟ قلت انا عندي باص ترافلز 100 متر each 20 second، يبقى how many meters did this bus travel in 1 second؟ يلا very good يا لامار. Mr. Do you need the distance? Yes, the distance. How many meters did the bus cover in 1 second? Very good. Okay. صح. Okay. يبقى هنا ايه الانسر؟ هعمل division 100 meter divided by 20 second equal to 5 meter per second. 5 meter per second دي يا جماعة دي ايه؟ دي تعتبر ايه بالنسبة لنا؟ speed multiply time of the bus. لا يا حبيبي مش multiply time، ده ال speed، ده سرعة الباص. سرعة الباص 5 meter per second، مفيش multiply by time خالص. اوكي؟ ده triangle of speed equation. ال speed s equal distance over time. اوكي؟ طيب لو انا عايز اعرف ال distance، يبقى ال distance equal what؟ equal speed times time. تمام؟ بعمل ايه؟ زي ما شفت الفيديو النهارده، كنت جبنا triangle بتاع ال speed وقدرنا نوضح فيه ازاي بقدر استخدم ال equation ديت. لو انا عايز اعرف ال distance، بحط ايدي على حرف ال D بلاقي ايه؟ بلاقي s and t. يبقى distance equal s times t، يعني speed times time. طب انا عايز اعرف التايم، بحط ايدي على حرف ال t، يبقى distance over speed. اوكي؟ طب عايز اعرف السبيد، احط ايدي على حرف ال s، بلاقي d over t. Very good. معايا لامار؟ معايا محمود؟ معايا ليث؟ yes. علي؟ جمال؟ في مشكلة معاكم؟ اوكي. اوكي طيب انا ان شاء الله في كل درس هتلاقوني هبقى اعمل لكم حاجه اسمها ترانجل اوف يونتس. ليه ترانجل اوف يونتس؟ نقدر نعرف من خلاله يعني الايكويشن اليونتس والايه والفاريبلز بتاعت كل ايكويشن. اوكي يعني ايه فاريبلز؟ يعني مثلا الديستنس اند تايم تعتبر فاريبل. ليه فاريبل؟ بتتغير، مره تبقى ديستنس 100 متر، مره 200 متر، مره 1 كيلومتر. التايم ممكن 1 سكند، 1 مينيت، 1 اور. اوكي تمام معايا يا محمود؟ يس. اوكي طيب نحل مع بعض اكزامبلز بقى. حد عنده سؤال لحد دلوقتي في السبيد؟ احنا كده خلصنا درس السبيد. حد عنده درس حاجه مشكله في السبيد او عنده اي سؤال في السبيد؟ عندي سؤال. طيب اوكي اللي عنده سؤال يسالني، بس يرفع ايده الاول عشان اختار من اللي عندهم اسئله. اوكي علي اتفضل. طب استاذ لو هو ادالي يونت مثلا كيلومترز بير اور وعايزني احولها الى متر بير سكند او اي يونت تانية بتاعت السبيد، هو مش هيعوز منك حاجه، هو مش هيعوز منك اي حاجه، هو كل هيعوز منك انت تكون فاهم المساله اول حاجه، وفاهم يونت كونفرج اوف يونتس. اوكي يعني كيلومتر بير اور انت عايز تحولها لايه؟ عايز احولها مثلا متر بير سكند. فيري جود. طيب واحده واحده، يبقى انت عايز تحولها from kilometers to meter per second صح؟ واحدة واحدة. هنفترض بس انا عندي ايه؟ انا عندي 100 kilometers per hour صح؟ وانت عايز تحولها لكام؟ لمتر per second. برضو الاكزامبل ده موجود النهارده في الايه؟ في الفيديو اللي رفعته على اليوتيوب. طيب واحدة واحدة، ال 1 كيلومتر equal how many meter؟ 1000 متر. فيري جود. طيب
لو ال 1 hour equal how many second? 3600 اوكي سكند. يبقى انا عشان احول من كيلومتر فور تو اور يبقى هعمل ايه؟ الكيلومتر دي هشيلها واحط مكانها 1000 تبقى متر صح؟ والاور اشيلها واحط مكانها ايه؟ اور سكند 3600 صح؟ بقت ايه؟ اوفر سكند صح؟ 1000 والرقم عندي هو كام؟ اللي هو 100 صح؟ ينزل زي ما هو واعمل ملتبلاي مش 100 كم يعني 100 تايمز صح؟ بقى ايكوال كام عندي؟ صح اكيد بعمل ايه؟ اكيد بعمل 100 تايمز 1000 ديفايدد باي اوفر 3600 متر بير سكند صح؟ سهلة ولا صعبة؟ لا سهلة سهلة طبعا دي ممكن اعملها اعمل كريس كروس وخلص مالتيبليكيشن ممكن استخدم كالكليتر سهله خالص بالنسبه لنا مش هتفرق بالنسبه لنا احنا طالعين من جريد 6 الحاجات دي بالنسبه لنا سهله جدا صح ولا غلط؟ صح اوكي يا علي جاوبتك على السؤال بتاعك؟ ايوه شكرا اوكي يا حبيبي يلا نزل ايدك اتفضل يا سامي سامي ترفع ايدك اتفضل اوكي سامي نزل ايدك حد تاني عنده سؤال قبل ما ابدا في الاكزامبلز؟ يلا بينا نبدأ في الاكزامبلز يلا اول اكزامبل مين عايز يحل معايا مين يلا يا محمود اتفضل خلاص يا عمرو المره الجايه نزل ايدك يا عمرو اتفضل اتفضل يا محمود اوكي احمد رايت سكالا سبيد اوف 40 متر بير سكند في 1 اور هاف اور واحد 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 لا محمود وانا بقرا الكويستشن في فرق بين اكون بعمل ريدنج عشان اول انا بعرف اعمل ريدنج والفرق بين بعمل ريدنج عشان افهم اوكي ما دام لقيت فول ستوب يبقى لازم اقف فول ستوب دي يبقى لازم اقف واعمل ري ريدنج تاني للايه الاكزامبل من فروم ذا بيجيننج اوكي انت بتقرا فيزيكس مش بتقرا انجلش فيزيكس ايتش لاين از ذا داتا ايتش لاين از وات از ذا داتا يو ويل يوز ات فور انسرينج اوكي في الفيزيكس في اي سؤال في الفيزيكس مش بيدي اي مش بيدي كلام وخلاص بيدي لك كل انفورميشن في الكويستشن تو بي يوز از داتا اوكي يلا بينا احمد رايت ذا سكار ات سبيد 40 متر بير سكند اوكي اوكي هاو فار داز يور داز هاو جو تو ذس تايم داز اوكي هاو فار داز هي جو تو ذس تايم ذس اي you want to make it the time divide هو عندي هنا في الاول يا محمود عندي السبيد سبيد ايكوال كام السبيد ايكوال 40 متر بير سكند ادي ايوه اجي كده اول سبيد ايكوال 40 متر بير سكند he needs what will be the distance speed ايوه بالظبط هاو فار داز هي جو يعني هو عايز يعرف الديستنس يبقى الديستنس ايكوال كام من الترينجل بتاعنا it will be speed times time يبقى ديستنس ايكوال speed times time اهو طب السبيد ايكوال كام 40 شو مديها لك اهي 40 متر خلاص هو قال لك ان ايه هنا ايه فور 1 اور يبقى التايم ايكوال كام 1 اور يعني كام So بس ثانية واحدة هو بالظبط هو 1 اور يعني كام؟ يعني 60 سكندز yes. صح؟ 1 اور يعني كام؟ 3600 سكند صح؟ دي خليها بعدين دي مش موجودة اوكي يبقى دي ايكوال كام 40 تايمز 3600 يعني ايكوال كام 2400 يس yes. كام متر يعني ايكوال كام 2400 متر يعني 2.4 كيلومتر
صح ولا غلط؟ صح. عملت كونفرجن، يا شيخ عملت كونفرجن من ايه؟ عملت كونفرجن فروم متر تو كيلومتر، او ممكن تسيبها متر زي ما انت عايز عادي، مش تفرق معايا. اوكي ايه الحل اللي بعدها؟ معايا محمود؟ حاضر يا نور، معايا محمود، يس فهمت؟ يس. اوكي يلا يلا اللي بعديه. الفحل اتفضلي يا رمار. German is in a train traveling at a speed of 200 meters per second. اوكي. How long the train will take to travel 500 kilometers? اوكي. So first we're going to make 500 kilometers into meter because it's 200 meters per second. Very good. So 500 kilometers is gonna be it's gonna be 5,000 meter. Okay. يبقى انا عندي، يبقى ديستنس ايكوال كام؟ 5,000 meter. لا 500 احط جنبها 3 zeros متر، صح؟ مش هو 500 كيلومتر، يبقى عشان احولها ل 1000 يبقى 500 جنبها 3 zeros، صح ولا غلط؟ صح. تمام. هو بيقول لي ايه؟ السبيد ايكوال كام؟ 200 متر per 200 second. متر بير سكند. تمام. فيري 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 هاي سبيد، فيري هاي سبيد. يبقى هو عايز يعرف ايه؟ التايم. التايم ايكوال كام؟ distance equal distance divided by speed. very good very good. يعني ايكوال كام؟ is gonna equal to 500 5000. ازاي 5000؟ طيب واحدة واحدة، انا عندي 500000 divided by 200 equal كام؟ equal to divided by 200 so it's going to equal to 2500. very good. 2500 ايه بقى؟ 2500 seconds. very good. ولو عايز احول بقى سكند لاور تبقى كام؟ لاور؟ اها 2500 second into hour is going to be هعمل ايه؟ خدها واحدة 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 واحدة. انا عندي ال 1 hour، بصي هعملها ازاي عشان بس ما تتلخبطيش. انا عندي ال 1 hour ايكوال كام؟ ال 1 hour، الاور اهي وادي السكند، صح؟ 60. ال 1 hour ايكوال كام؟ 60. 67. طب انا عندي كام؟ انا عندي كام سكند؟ 2500، صح؟ عايز اعرف ايكوال هاو ماني اور، صح؟ يبقى هعمل ايه؟ هعمل كريس كروس مالتيبليكيشن. يعني هعمل ايه بقى؟ 2500 تايمز 1 ديفايدد باي 60. 60 ايكوال كام؟ 0.69. ثانية واحدة، مش المفروض 3600؟ نعم 60. مش المفروض 3600؟ صح 3600. انا واضح ان ده مش مركز خالص. تمام. يبقى 2500 ايكوال كام؟ وانت يا رمضان بتقولي اه صح معاك. يبقى 2500 ديفايد كام؟ 3600 ايكوال كام؟ 0. 2500 times 1 divided by 60 equals 0.69. بالظبط كام؟ اور. اوكي. يبقى انا ممكن اسيبها زي ما انا كده 2500 سكند عادي، او احولها كام؟ لاور. تمام؟ اوكي. تمام. اللي بعدي. مين يحب يحل معايا؟ معلش يا مريم، اتفضلي يا علي. A boy walks 2 kilometers in 2 hours. لا، number 3. Oh, sorry. An airplane travels 7,500 meters in a time of 5 hours. What is the speed of the airplane in kilometers per hour? Okay. أول حاجة لازم نحول 7,500 meters لكيلومترز. Okay. يعني هتبقى 7.5 يبقى ديفايد باي 1000. Very good. 7.5 kilometers. Very good. والتايم؟
time 5 hours. Very good. اللي جاب طلعنا 1.5 كيلومتر بير اور. Very good. Excellent. طيب نمبر 4 اتفضلي يا مريم. مريم اتفضلي، انت عامله ميوت؟ لا طب مين عايز يجاوب؟ نمبر فور. yes. I want to ask. اوكي. A boy walks 2 kilometers in 2 hours in a plane, travels 7,500 meters in a time اوكي. of 5 hours. What is the speed of the airplane in kilometer? اوكي. We're going to change the meters into kilometers, so it will be 7.5 kilometers. A boy walks 2 kilometers in an air. تمام. اوكي. يبقى الديستنس ايكوال كام؟ 7.5 كيلومتر. 7.5 كيلومتر. تمام. سكتت ليه؟ التايم ايكوال كام؟ التايم ايكوال 5 اورز. اهو. التايم 5 اورز، يس. اوكي. يبقى the speed equal what؟ speed equal what؟ speed equal distance over time. distance over time, so it will be 7.5 divided by 5. اوكي. يبقى يطلع result ايه؟ يطلع كيلومتر per hour. صح؟ صح، يس. تمام. يبقى يكون كام؟ يس. 1.5. Very good. تمام. نخش على الاكسرسايز بتاعتنا. طيب اول سؤال، اتفضلي يا منى. Very good. Speed equal to distance over time. ده الايكويشن بتاعتنا. اوكي. طيب نمبر 2 اتفضل يا زياد. اوكي سير، write down the standard scientific unit for speed. It's meters per second. Excellent. Meter per second. ده scientific unit for speed. لو حد قال لي كيلومتر بير اور اقول له غلط. كيلومتر بير مينت ما ينفعش. ساينتفك يونت متر بير سكند. اوكي. ده ايه؟ ده ستاندرد ساينتفك يونت اوف سبيد. تمام. ثانك يو يا زياد. نمبر 3 اتفضل يا علي لو انت رافع ايدك. رايت اي حد انتوا الاثنين زي بعض. ماشي اتفضل. Speed time is time. Write an equation for a distance traveled when you know the speed and time taken. Yeah, I have the speed is known and time taken is known. But distance equal كام؟ Distance equals speed times time. Excellent, thank you. Number 4. Number 4. Mister, can I answer? تفضل. Okay. Write an equation for time taken when you know the speed and the distance. Okay. I know the speed. هنحط time. يبقى time equal. Yes, equal. ممكن ارسم triangle. لو انا نسيت ارسم triangle اهو. استنى اخليك معايا. ارسم triangle اهو. Time. انا ادي triangle بتاعي. Speed, distance, equals and time. Distance over seconds. Distance over speed. Yes, so it will be distance divided by seconds. Not seconds, speed. So this is S for speed, not S for time. S not for second, S for speed. T for second. Take care, جماعة. S for speed. Okay.
اوكي استنى، ممكن ارسم لك، هرسم ثانيه واحده، هرسم الترانجل تاني بتاع السبيد عشان لو حد نسى الايكويشن يبقى عنده طريقه سهله انه يفتكر بيها الايكويشن. ادي الايكويشن بتاعتي اهي، ادي الترانجل بتاعي برسمه على طول اهو، بقول لي سبيد ايكوال ديستنس اوفر تايم. اوكي تمام كده، تمام يا مستر. اوكي يلا بينا نكمل نمبر 7. مين يحل معايا نمبر 7؟ اتفضلي يا منى. Calculate the speed a car travels a distance of 210 meters in a time of 6 seconds. Okay. Calculate the speed of the car in meters per second. Okay. So I'm going to divide 210 divided by 6, which is 36. So 36 meters per second. Divided by 6 equal, very good, thank you. 210 divided by 6 equal what? 36. 210 divided by 6 equals 36. Are you sure? Yeah. Yeah. Oh no. Sorry, it's 35. Okay. 35 what? Meter per second. Meter per second. Okay. Number B. بقى حد تاني غيرك مني، بقى حد تاني غيرك مني. ثانك يو يا منى. مين رفع ايده؟ اتفضل يا علي. بي calculate the distance in meters traveled by the car in 14 seconds. فنعمل ال speed times time 35 times 14. distance equal speed times time. ممكن ثانية واحدة عليه، بس ثانية واحدة عشان لو حد ناسي الايكويشن نفتكرها مع بعض. لما اجي احل المسائل دي يا جماعة ما اعتبرش ان ما اعتبرش ان انا فاكر الايه الايكويشن. ارسم جنبي تراينجل كده تمام عشان دايما اكون متذكر الايه الايكويشن مظبوط. اوكي يا جماعة، ادي distance اهي، وادي السبيد، وادي التايم. طيب هو عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الديستنس. ديستنس دي، يبقى دي equal speed multiply by time which is equal to what؟ الـ speed جبتها بكام؟ 35 times time، time بكام؟ 14 second، صح ولا غلط؟ يبقى equal كام؟ 35 times 14. اوكي؟ لازم وانا بحل ابقى ماشي ايه؟ systematic، واحدة واحدة، step by step، ما تسرعش وما ايه؟ ما اعتمدش على اللي انا فاكر. اكتب الـ triangle of equation جنبي، اشوف هو عايز مني ايه؟ الـ distance. distance equal speed times time، يبقى s times t. speed equal 35 meter per second. وهنا الكار ايه؟ 14 second، يبقى then I can multiply 35 times 14. صح ولا غلط؟ صح. يلا equal كام؟ 490. 490 ايه؟ اليونت اهم حاجة. متر. خلي بالك يا جماعة، خلي بالنا كلنا ان اليونت دي is very important. لو ما كتبتش اليونت، لو ما كتبتش اليونت مش هاخد الفول مارك. اوكي؟ طيب نمبر سي. مستر، هو لازم اكتب اليونت في ال طبعا calculation، يعني لازم اكتب ب 35 meter per second meters per second times 14. Yes. You will lose half the mark if you didn't write the unit. You may lose half the mark. And in some examples you may take the not any mark. You will not take any mark if you didn't write the unit. Take care. يلا نمبر سي. مين هيحل نمبر سي؟ علي. عند علي. علي علي اللي ما حلش المره اللي فاتت هو اللي جاوب معايا. يلا نمبر سي. وانا علي. وانا علي. انصر مي. So we know the distance. So we need to work out the time. So we need to do this distance. واحدة واحدة. هو بيقول لك ايه؟ بص slowly slowly. Don't take it in a rush. We are not in a rush. Slowly slowly. Calculate the time taken in seconds. In S يعني ايه in seconds؟ يبقى عايز time in seconds.
for the car to travel a distance of 19 meter per second. يعني هو عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف التايم. التايم ايكوال وات؟ التايم ايكوال ديستانس اوفر سبيد، اهي جنبي تراينجل صح يا علي؟ واحده واحده. الديستانس كام مديها لي؟ 1925 متر. اند هاو وات ذا سبيد بتاعتي؟ 35. Speed of the car is 35. Okay. So what we need to do is 1925 divided by 19. Very good. 1925 divided by what? Divided by 35. Equal cam 55 seconds. تمام؟ أوكي؟ تمام. أوكي. واحدة واحدة يا علي، ما تتسرعش وأنت بتجاوب. يا جماعة لازم نكتب الترينجل اوف ايكويشن جنبنا واحنا واحنا بنحل. الترينجل اوف ايكويشن از فيري امبورتنت. If we didn't write we will not answer correctly. We may lose some correct answers. معايا يا مريم؟ مريم؟ مش معايا. محمود؟ مش معايا. أيوة يا مستر. أوكي، نركز مع بعض يا جماعة. Yes. اوكي طيب سؤال نمبر 8، مين يحل معايا نمبر 8؟ اه على فكره يا جماعه الفيديو هيفصل هنخش تاني ان شاء الله. اوكي يعني لما يفصل من الفيديو هنخش تاني ان شاء الله. يلا بينا نمبر 8. اتفضلي يا عمرو. عمرو از ذا فيرست تايم تو بارتي. يلا بينا كمل. عمرو كان عليه الدور. يلا بينا عمرو. يلا بينا. اوكي يلا بينا اتفضل. An aeroplane flies between two cities that are 8,100 kilometers apart. اوكي very good. The average speed of the airplane in kilometers per hour, we know that that to calculate speed we must divide the distance with time. Okay. So 8,100 divided by 9 is 900 kilometers. So it's 900 kilometers. So we know the speed is 900 kilometers per hour. The speed equal? Okay, 800. 8,100 kilometers divided by 9. Very good. Equal cam? Equal 900 kilometers per hour. Very good. 900 kilometers per hour. Very good. Number B. A different airplane can fly at 800 kilometers per hour. مش انت calculate the distance in kilometer that this airplane could fly in 6 hours. So we know that if we want to give distance we have to we use the formula triangle and we have to multiply 800 with 6. Okay. So 800 multiplied by 6 is 4,800. ثانية واحدة. يقول لي a different aeroplane fly 800 km per hour. Calculate the distance in kilometer that this aeroplane could fly in 6 hours. Yeah. Yep. So to get distance you have to multiply the speed and time. Excellent. يبقى 800 so time. 800 multiplied by 6 is 4,800. 4,800. يعني انت دلوقتي عملت multiplication 6 hours times 800 صح؟ 800 صح. Very good. يبقى equal كام؟ 4,800 ايه؟ كيلومتر. Very good. Thank you علي. Thank you عمر. Number C. حد تاني يحل معايا؟ حد مش فاهم السؤال دوت؟ حد مش فاهم؟ محمود، مريم، علي. حد مش فاهم نمبر B؟ حليناها ازاي؟ اوكي اتفضل يا زياد نمبر سي. يس سير، اسك اف اي كود
per hour. Calculate the time taken in hours for this airplane to travel a distance of 7,125 kilometers. Yes, sir. يبقى هو عايز ايه دلوقتي؟ عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف التايم. التايم ايكوال ايه؟ التايم ايكوال ايه؟ قول لي واحد واحد، قول لي قول لي التايم ايكوال ايه؟ تايم ايكوال ايه؟ تايم ايكوال ديستنس ديفايد باي تايم ايكوال ديستنس ديفايدد باي سبيد. فيري جود. ديستنس ديفايد باي سبيد. اوكي. اوكي سو اور ديستنس ديستنس كام عندي؟ 7,125. Excellent. Will speed equal cam? And speed is 950. 950. But time equal cam? Yeah. Okay, so the time will be. Seven point five cam. 7.58 hours. Okay. Okay. طيب هنكتب نكتب هذا قدر من المسائل، وإن شاء الله هبعت لكم الورق دوت أو الإكزامبلز ديت وأنتوا تحلوها إن شاء الله. أوكي. بكرة إن شاء الله أنا هعمل بإذن الله أونلاين ليسون على الشانل بتاعتي، هحل فيها ريفيجن على جريد 7، ترم جريد 7 فيزيكس جريد 7. بكره ان شاء الله هعمل لكم اونلاين ليسون على الشانل، هحل فيها امبورتنت اكزامبلز على فيزيكس جريد 7. اوكي اوكي حد سامعك؟ حد سامعني؟ اوكي. باذن الله هنحل بكره امبورتنت اكزامبلز. يا ريت بكره كلنا نحاول نحضر ان شاء الله الليسون ديت، هتبقى اونلاين باذن الله، هتبقى في نفس السؤال ان شاء الله على نفس سوري في نفس الميعاد. الاكزامبلز ديت هسيبها لكم تحلوها انتوا مع نفسكم، لو حد عنده اي مشكله يبعتها لي، بس دي ار اول ستريت فورورد، مفيش اي تريكي كويشنز خالص. اوكي. المره الجايه باذن الله هنتكلم عن حاجه اسمها ديسكرايبنج موفمنت، هنعرف يعني ايه ديستنس تايم جراف، هناخد حاجات تخص السبيد والديوريشنز والديستنس والتايم، هنقدر نعرف ازاي اقدر احول اي جورني، اي ترافلنج جورني لجراف زي ما احنا شايفين كده بالظبط مع بعض ان شاء الله. اوكي. ان شاء الله عايزكم بكره ان شاء الله تحاولوا كلكم تحضروا ان شاء الله معايا باذن الله اونلاين. ما حدش بكره يفوت اللي بحس بكره، حصه بكره مهمه، انا اتعمدت اعملها اونلاين عشان اخلي الناس كلها تحضر باذن الله. ايوه. انا بيبقى عندي مشكله في الحصص اللي بتبقى على الشان. ليه؟ هي زيها زي حصه الزوم بالظبط. علشان بتاخد بتقعد تقول لي نوع انترنت كونكشن، ومش بعرف اسال اسئله فيها. طيب انا كده كده الاسئله ممكن تبعتها لي اي وقت بعد الحصه، هي موجوده اونلاين يعني عندك، ممكن تتفرج عليها اي وقت، والكونكشن بيبقى من عندك لان بيبقى عندك كونكشن ستيبل جدا. لو حد عنده اي سؤال بكره ممكن يقول لي مثلا كويشن نمبر كذا كويشن نمبر كذا، وانا هحل، وانا بكره هحله تاني ان شاء الله، او ممكن احله حتى during our online lessons اللي هي على الزوم. اوكي. اوكي يا جماعه، حد عنده اي سؤال؟ طيب حد محتاج يسال حاجه معينه حتى بره فيزيكس؟ اوكي يا جماعه. اوكي ثانك يو يا جماعه، ثانك يو لكم، شكرا. بكره يد ما حدش بكره يد بكره الناس كلها تحضر، وحاولوا تعملوا ريمايندر لبعض على حصة بكرة إن شاء الله، وهستناكم بكرة بإذن الله. شكرا. باي باي. باي باي.